السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى من قناة مستر بونتك. النهاردة حاجة غريبة جدا حصلت في موقع افور ايفر، ان بداية النهاردة بقى جاي اخش على الموقع ماي اكونت هنا بالشكل ده، الاقي الرسالة دي: Your account was banned by the administrator، او صاحب الموقع او حد بيشتغل في الموقع. تمام، يعني كده انا عرفت دلوقتي يا جماعة ان انا عندي فعلا ال 1365 دول منهم ناس بيشتغلوا في مواقع. فعلا بقيت بتشاف للدرجة دي، توقعت الصراحة ان الفيديو ده يوصل لاصحاب الموقع نفسهم ويقفلوا الاستراتيجية ويقفلوا الاكونت ويعملوا كل اللي حصل ده، ولكن تمام. المهم يعني يا جماعة، انا جايب لكم النهاردة بديل لموقع افور ايفر كله يا جماعة. حاليا انا كتبت من شوية، كتبت عملت بين ل ثواني فين عملت بين لكومنت من شوية، ثانية واحدة نفتح بس ده عشان نجهز. عملت بين كومنت اهو، اعتذار للناس اللي استخدمت الاستراتيجية ونفعتش معاهم، او للناس اللي نفعت معاهم انا ما اعرفش نفعت مع مين وما نفعتش مع مين، ولكن انا هعمل لكم بديل النهارده. هو ده البديل اللي انا هعمله دلوقتي، فده فيديو ده اللي هو الكومنت من نص ساعه تقريبا، فاعتذرت للناس كلها. اتمنى حدش يكون زعلان مني ان الطريقه اتقفلت، ولكن انا زي ما قلت لكم ما اعرفش ان الفيديو ده هيوصل لاصحاب الموقع نفسهم. زي التاني حاجه اللي هو ممكن برضو ما يكونش وصل لهم، ممكن يكون حد من الصحاب، حد من القناه نفسها دخل وشاف الفيديو وبعت لهم في رسالة او بعت لهم في الموقع نفسه. انا ما دخلتش على الموقع، ولكن ممكن يكون حصل مشكلة من المشاكل دي او حصل حركة من الحركات دي، ولكن كل اللي بيعمل ده مش بيضرنا بس، لا انت بتضر نفسك وبتضر الناس اللي بتستخدم الاستراتيجية نفسها، فانت كده يعني ضررتنا كلنا وخليت الراجل يقفل الحركة وياخد باله منها. زائد ان في واحد من افر ايفر كلمني النهارده، قعد بقى يتكلم معايا عن الموضوع ده وعن اللي انا عملته، وطبعا هو قاعد يقول ان الطريقه دي استحاله تنفع مع حد والاستحاله الحركه دي تشتغل، وقعد يثبت لي بالدليل ومش عارف ايه. راجل محترم جدا، اثبت لي كل حاجه تمام، وان الموقع ده محدش هيعرف يضحك عليه. تمام، انا قلت له ان تمام كده الموضوع انتهى بالنسبه لي، فالموقع ده انا بعتذر لموقع افور ايفر والموضوع كده خرج من ايدي وانتهى. اللي عايز يستخدم الاستراتيجيه بقى ده حاجه ليكوا انتوا، انا ماليش دعوه، فالموضوع كده انتهى بالنسبه لي. تمام، فانا بقول لكم النهارده في بديل اب فور ايفر، وافضل من اب فور ايفر بمراحل كتير جدا، يعني افضل بكتير. تمام، وهتسحب منه باذن الله والدنيا تمام، بدل ما يكون في مشاكل في اب فور ايفر او اي حاجه من الحاجات دي، والموقع فيه ناس مصريين بيشتغلوا فيه، واحنا طبعا ما ينفعش ناذي اخواتنا واصحابنا. فالموضوع انتهى كده في موقع اب فور ايفر، فيا ريت الاستراتيجيه دي، انا مش همسح الفيديو طبعا، ولكن الاستراتيجيه دي تمام وشغاله في اكتر من موقع تاني، ممكن تستخدمها في موقع تاني زي الناس استخدمتها في شركاش، ممكن شركاش برضو موقع عربي، ولكن ممكن برضو موقع عربي تبقى من ارخم المواقع، ولكن ممكن تستخدمها في شركاش. ولكن اللي هيعرف يستخدمها في شركاش يا ريت يحط لي فيديو ازاي بيستخدمها في شركاش، لان فعلا الموضوع في شركاش يعني قفله يعني فظيعه، بيقفل قفله فظيعه، انا مش عارف اعمل اي حاجه في شركاش. تمام، فهنستخدم الموضوع ده النهارده على موقع ابلود اوشن اللي كنت اتكلمت عنه في كومنت ما في الفيديو ده، اتكلمت في كومنت وقلت استخدمه على موقع ابلود اوشن. في ناس تقريبا كانت طلبت يعني مني موقع تاني غير اب فور ايفر، انا اب فور ايفر السي بي ام بتاعه هو 7 دولار لكل 1000 من الولايات المتحده، فقالوا لي عايز بديل، فانا قلت لهم ابلود اوشن. ما اعرفش من الناس كلها استخدمت ابلود اوشن ولا لا، ولكن ادينا هنتكلم فيه وهنستخدمه وهنحمل منه ونجربه وهتشوفوا بنفسكم كل حاجه. تمام، ابلود اوشن زائد او دبليو دوت ال واي اللي هو اختيار الرابط القديم اللي كنا بنستخدمه، امريكا هتقفل. ابلود اوشن زائد برايفت لينك دوت دي اي هتسحب الفلوس اللي انت عايزها. اقل عملة هتسحب في ابلود اوشن هو 10 دولار على باي بال، وعندك اكتر من طريقه دفع، لكن طبعا موقع اجنبي فمش هتلاقي طرق دفع مخصصه للدول العربيه، اكيد هتلاقي طرق دفع عامه زي البيتكوين زي البايزا زي الباي بال زي اكتر من طريقه دفع تانيه. تمام، انا بتكلم بسرعه عشان الفيديو ده فعلا عايز افيدكم باكبر كم ممكن من المعلومات عن الفيديو ده، عشان مفيش حد من اب فور ايفر او ابلود اوشن او اي حاجه يقعد يتكلم. فبالنسبه لموقع اب فور ايفر لاخر مره، انا بعت زي موقع اب فور ايفر، شابو للسكريبتات بتاعت اب فور ايفر، يعني شابو للموقع وللستاف بتاع اب فور ايفر كله. تمام، فالموضوع كده انتهى بالنسبه لي. نرجع مره تانية لموقع ابلود اوشن زي ما قلت لك، يعني اتمنى بس ما حدش يروح للرسائل الموقع يبعت لهم الفيديو. المهم يعني احنا هنخش على موقع ابلود اوشن زي ما قلت لك، برضو نرجع نتكلم عن الحاجات الحلوه اللي فيه. الموقع زي ما قلت لك السي بي ام بتاعه 16 دولار للدول الاجنبيه او للولايات المتحده. طبعا التسجيل في موقع عادي جدا روتيني بالطريقه العاديه، هيبعت لك طبعا ايميل وتاكتف وانتهى الحوار على كده. انا عارف ان في ناس مبتدئين ومش هيعرفوا، ولكن يعني ماشي هنعيد مره تانية. اوكي ماشي، عايزين نخرج لوج اوت بالشكل ده، ادي الموقع كده قدامك، ده على ساين اب، تبدا في ريجستريشن، تكتب اليوزر نيم، وهنا تكتب الايميل، الايميل هنا، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد، وهنا هتكتب طريقه الدفع.
بص يا باشا، تقدر تدفع، عندك باي بال، عندك بايز، عندك بيتكوين، عندك ويب ماني، عندك نتلر، وعندك حاجات كتيره جدا 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 جدا. انت ممكن تختار اللي انت عايزه، تمام؟ الافضل طبعا عندك باي بال، عندك بايز، وعندك بيتكوين. انت ممكن تختار اللي انت عايزه منهم، يعني اللي انت بتسحب منه اختاره. هنا طبعا تكتب الكود ده وتعمل كريت ان اكونت، وبعد كده تخش على الايميل اللي انت كتبته هنا في مثلا في الجيميل او ياهو او اي حاجه، وتعمل ساين ان، وتعمل طبعا اكتيفيت. بعد كده تيجي تعمل لوجن، تعمل هنا لوجن اليوزر نيم باسورد، تعمل لوجن، هيفتح لك بالشكل ده كده. انا طبعا كنت رفعت ملف قبل كده. عايز ترفع ازاي ترفع ملف؟ تضغط على ابلود بالشكل ده، وتعمل كليك هير تو ابلود او كليك تو ابلود، وتختار ملف حجمه كيلو بايت وانت فوق، يعني مثلا حجم زي ده كده، مثلا كيلو بايت ونص او 2 كيلو بايت كده بالشكل ده، الصوره زي دي، حاجه زي كده، تمام؟ هترفعه وهيترفع معاك بكل سهوله. تعمل كوبي لللينك وتيجي تختصره في برايفت لينك دوت دي اي. هنيجي مثلا عند ماي فايلز، انا كنت عامل لينك، رافع لينك قبل كده زي اللينك ده بالشكل ده، تعمله كده كوبي لينك، وترجع على طول تعمل هنا وتعمله بيست، وانتهى الموضوع على كده. تاخد ده كده كوبي وترجع على طول على بافن، تعمل كلير للداتا. بشرح بسرعه جدا عشان عايز اقول كل المعلومات، عشان ما حدش يسالني في الكومنتات ان في مشاكل. نفتح بافن مره ثانيه، نكست نكست نكست، وموبايل سايت، وتستنى ثانية واحدة لحد ما هيفتح بالشكل ده، تمام؟ ريمايند مي ليتر، وهتعمل هنا بيست وتعمل انتر. نرجع مرة تانية قبل ما نبدأ تحميل في أي حاجة، نرجع مرة تانية على الريبورتس، ريبورتس ماي ريبورتس، تمام؟ هنا هتعرف الريبورتات أو الريبورتس بتاعتك، مش ريبورتات، ريبورتس. هتعملها شو أو من غير شو، هي تظهر لوحدها أصلا. المهم بالشكل ده، تنزل تحت، في كام تحميله النهارده يا جماعه؟ زي ما انت شايف، واحد تحميله، واحد تحميله. هنرجع هنا مره تانية، اسف، هنرجع هنا مره تانية، هنضغط هنا زي ما انت شايف، ظهر لك بوب اندر عادي جدا، اتعودنا. هنضغط هنا مره تانية وهنضغط داونلود 1 كيلو بايت، سهل جدا، سهل جدا، داونلود ناو، انتهى الموضوع. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا، واسهل من افر ايفر مليون مره، وتقدر تحمل 100 تحميله في اليوم بدون اي مجهود وبدون اي تعب. وانت قاعد بتلعب وانت قاعد بتعمل اي حاجه، هتلاقي التحميل عندك سهل جدا جدا جدا. وديك شايف انا بحملت ازاي، هو واحد بس من البوب اندر اللي ظهر قدامك، او لو ظهر بالكتير هيظهر اثنين، بالكتير قوي في البوب اندر هيظهر اثنين. انت اهم حاجه تضغط على علامه الصح دي، هتشيلها عشان تقدر تكمل التحميل مباشره وما يظهرش اي معاك اي مشاكل. هنستنى مثلا كام ثانيه بالظبط لحد ما يتحسب، نعمل كده ريستارت مثلا. زي ما انت شايف اتحسبت، زاد 1 سنت و6 من 10، يعني بقوا 32، بقوا 3 سنت في اقل من بعض الثواني بس، بقوا 3 سنت. عايزين نجرب مره تانيه لو حاجه؟ ماشي، نجرب مره تانيه مثلا، مثلا عشان مثلا عايزين نجرب مثلا، تضغط هنا بعد كده ترجع على طول على بافن اب انفو، ثم كلير داتا، ثم تضغط هنا، ترجع هنا وتيجي على بافن مره تانيه. اسف على السرعه، ولكن انا فعلا محتاج ان اتكلم بسرعه في الفيديو ده. هنعمل هنا بيست، ضغط انتر، لسه عامل كونكت، عمل كونكت بيست وانتر تاني، هيظهر لك دي، تعمل ريمايند مي ليتر، هيبدا يظهر معاك التحميل بالشكل ده. هتستنى 15 ثانيه، بيعدوا بسرعه جدا. هتضغط هنا مره واحده، هيظهر لك بوب اندر، هتسيبه وترجع مره تانيه تضغط عليها تاني، انتهت. هتستنى ثانيتين، ثانيه، انتهت. تضغط داونلود ناو، هيظهر لك بوب اندر تالت، قلت لك داونلود ناو، انتهت. ضغطنا داونلود ناو، هتضغط على داونلود ناو مرة تانية، والموضوع انتهى على كده بالنسبة لك، تمام؟ سريع جدا جدا جدا، ومش تحتاج لأي حاجة، واستحب من $10، والموضوع بسيط جدا جدا جدا، تمام؟ زي ما قلنا، فوائد ان السحب هيبقى من $10، نستنى فوائد ان السحب من $10، انك تقدر تسحبهم على بايونير، على الاقل هتاخد منهم $5 او $4، او قصدي $6، يعني ممكن تاخد رقم معين من بايونير، تمام؟ هننتظر بس لحد ما هتتحسب، وبعد نتكلم عن بعض المميزات في موقع ابلود اوشن. زي ما قلنا، السي بي ام بتاعه هو $16 للولايات المتحده الامريكيه، $16 ده رقم ممتاز جدا جدا جدا، تمام؟ $16 للولايات المتحده الامريكيه، ده رقم انت ممكن تجيب $16 دول بسهوله جدا عن طريق التحميل البسيط اللي انا عملته ده، يعني تحميل بسيط جدا، تمام؟ هننتظر مثلا، ممكن اوقف فيديو لمدة، بس كالعادة بعد ما بوقف الفيديو بيتحسب في ثانية تقريبا، هو ما بيحبش يظهر قدامكم، تمام؟ هنعمل ريستارت مرة تانية بحيث بس الناس تفتكرش نعمل انسبكت ولا حاجة، تمام؟ ريستارت مرة تالتة لو عايزين اهو، الوقت قدامك اهو زي ما انت شايف. مرة كمان
دلوقتي قدامك 3 بيساوي 4 سنت و8، ده ممتاز جدا يا شباب، يعني 5 سنت او ممكن تجيب الدولار ده في قعدة كده بس وانت قاعد كده، ممكن تجيب دولار. الدولار تقريبا بيساوي 60 تحميلة، تقريبا 60 تحميلة بيساوي دولار، 60 تحميلة بيساوي دولار، يعني انك محتاج بتاع 600 تحميلة او اقل عشان تجيب 10 دولار. اقل من 600 تحميلة؟ 600 تحميلة ازاي؟ اقل بكتير كمان، يعني ممكن 400 تحميلة مثلا عشان تجيب ال 10 دولار اللي انت عايزهم. فده بسهولة جدا، بدل ما تسحب دولار من اب فور ايفر وممكن ما يجيش، لا انت خليها اسهل بكتير من انك تسحب على موقع بلود اوشن وهيجي باذن الله على باي بال. تمام، الموضوع بسيط جدا في ابلود اوشن، اتمنى بس ما حدش يبعت الفيديو الابلود اوشن او يعمل شير ليهم في الفيديو او يعمل لهم منشن او اي حاجه. اتمنى بس ان الاستراتيجيه دي تكون عجبتكم والفيديو ده يكون نال اعجابكم. طبعا بنشتغل على موقع فايل ابلود بعد كده، يعني على الاقل هو الموقع قلل شويه من اللي هو البوب اندر، تقريبا ما فيهوش غير ولا بوب اندر، تقريبا ما فيهوش ولا بوب اندر، ولكن التحميل فيه هو رخم شويه في بعض الحاجات. وفايل ابلود لو جينا نجرب معاه الاستراتيجيه دي مش هتنفع بتاتا، مش هتنفع نهائيا، وده لذكاء فعلا موقع فايل ابلود، بحييهم برضو على الحركه دي. كان معكم مصطفى من قناه مستر مونتيك، الفيديو عجبك لايك الفيديو وريت تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. كان معكم مصطفى من قناه مستر مونتيك مره ثانيه، وشكرا شفت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.